الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا طلاب الصف التاسع في درس التربية الإسلامية، حديث بعنوان تشريع حكيم. أهلا بكم عبر مبادرة مسارات. نبدأ الآن في عرض الشرائح أمامكم. نرى في الصورة الأولى، هي صورة تدل على القضاء أو الحكم أو التشريع، والصورة الثانية كتب وقرآن كريم الذي نستمد منه تشريعنا، الذي نستمد منه القوانين والأنظمة الإسلامية. عنوان درسنا تشريع حكيم، تشريع حكيم. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ أن أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفهم معناه. كما تحدثنا في الدرس التمهيدي سابقا، قلنا لكم أن من أهداف درس الحديث أولا أن أحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني أن أستخرج من الحديث الخصال المحرمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتركها، وأن أستخرج من الحديث أيضا الخصال المكروهة. إذا هناك خصال محرمة قطعا، أي حتى لا يجوز أن تفعلها أبدا أبدا، وهناك خصال مكروهة أي إن فعلتها فيها كراهة وعليك أن تتركها، وحرمتها ليست كحرمة الخصال المحرمة تحريما قطعيا. وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله عز وجل، ما يحله الله وما يحرمه الله، أي كل ما يذكره الله حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. هيا نتذكر، في درسنا السابق تعلمنا أن أعظم نعمة أنعم الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة القرآن الكريم. في مطلع الآية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في درسنا السابق درس التلاوة. الكلمات المفتاحية في درسنا الجديد: عقوق الأمهات، وأد البنات، قيل وقال، منعا وهات، كثرة السؤال، وإضاعة المال. إذا الكلمات مفتاحية: عقوق الأمهات، وأد البنات، قيل وقال، منعا وهات، كثرة السؤال، إضاعة المال. الحديث عن المغيرة بن أو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. أخرجه البخاري. نعيد الحديث مرة أخرى. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. أخرجه البخاري. من هو المغيرة بن شعبة؟ من هو راوي الحديث؟ اسمه ونسبه هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الثقفي الصحابي الجليل. إذن هو المغيرة ابن شعبة الثقفي الصحابي من قبيلة ثقيف. إسلامه: أسلم عام الخندق في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة النبوية. صفاته: كان سديد الرأي شديد الحنكة، من أذكياء العرب، حتى قيل له مغيرة الرأي من شدة ذكائه. قيل له، أي قرن اسمه بكلمة الرأي، أي تدل على ماذا؟ على الذكاء والفكر. جهاده: شهد الحديبية، صلح الحديبية، مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، أي كل المشاهد التي تلت صلح الحديبية، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وأصيبت عينه يوم اليرموك. وفاته: توفي المغيرة رضي الله عنه
في الكوفة سنة 50 من الهجرة، توفي سنة 50 من الهجرة. طلابنا الآن سأفتح الميكروفونات أيضا برفع الأيدي، نريد أن نقرأ أو نستمع إلى قراءة الحديث من عدد من الطلاب إن شاء الله عز وجل. من يود القراءة رفع يده، تفضلي غنى الحريري. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه البخاري. أحسنت يا غنى، بارك الله بك، تفضلي يا وفاء سباغ، تفضلي. تشريع حكيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال عن رسول الله. عن المغيرة، عن لو سمحتي، عن المغيرة أو نقول المغيرة، ممنوع من الصرف، عن المغيرة بن شعبة، نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه البخاري. تفضلي تسنيم العبدو، تفضلي. أحسنت، بارك الله بك يا وفاء، تسنيم العبدو تفضلي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحسنتي، بارك الله بك، نكتفي بعدد هذه القراءات. من يقرأ لنا؟ أقرأ وأقتدي براوي الحديث، تفضل يا حسام حميدو. اسمه ونسبه هو المغيرة بن شعبة الثقفي الصحابي. إسلامه: أسلم عام الخندق في السنة 5 من الهجرة النبوية. صفاته: كان سديد الرأي شديد الحنكة، من أذكياء العرب حتى قيل له مغيرة الرأي. جهاده: شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وأصيبت عينه يوم اليرموك. وفاته: توفي المغيرة رضي الله عنه في الكوفة سنة 50 من الهجرة. أحسنت، بارك الله بك يا حسام، بارك الله بك. أيضا نكتفي بهذا القدر.